normal biraz. Vay zarif, bilmez işte sabah. مواطن جزائري من بلدية خريصية ولاية الجزائر العاصمة يوثق فيديو اليوم على الساعة الثانية بعد منتصف الليل لعمال تابعين لشركة سون الغاز يقومون بحفر الطريق في هذا الوقت المتأخر من الليل. صحيح هناك أشغال تعمل ليلا ولكن ليس على الساعة الثانية. ما حال المرضى والأطفال وكبار السن والمواطن الذي يستيقظ على الخامسة صباحا ليذهب لعمله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تابع الفيديو. نهارك حد نهارك حد اليوم نتجمع نورك على الحدي جوشتا صباح نورك الفيديو يجيبك كمان بس تعصب راح يقول لك حس تاكل شوية.